مساء الفل على كل متابعي برنامج الأكيل في كل مكان في العالم، وأهلا بكم وحلقة جديدة من كايرو فيستيفال سيتي. مطعم لودج هو ميديترينيان منيو أو منيو بحر متوسط يعني. إنما إحنا من المرات القليلة اللي هنعمل الفقرتين فطار وغدا، لأن عنده منيو كبير قوي في الفطار ومنيو كبير قوي في الغدا، والاثنين فيري سبيشال والاثنين فيهم اختراعات كتير قوي. فقررنا ان احنا نعمل فقره فطار بالافكار اللي عندهم، او يعني جزء من الافكار اللي عندهم، وفقره غدا بجزء من الافكار اللي عندهم. تعالوا نشرح واحنا بناكل، لان الموضوع غني قوي. مش عارف اقول ايه، في دماغ وفي صنعه وفي كواليتي للماتيريال، وحاجه very impressive. في فرق ما ان انت يعجبك اللي طالع وما بين ان انت يعجبك الدماغ المخ. يامي، تحس انه مغذي، تحس انه عصير مغذي، مش عصير تبلع بيه. ده مش عصير تبلع بيه. لما حد بيبقى عايز يعمل حاجه بروفيشنال ويعملها صح بيعملها. واحد من الاونرز بتوع المطعم. مظبوط، صح كده؟ انتوا كام اونر؟ احنا ثلاثه. ثلاثه. حد منكم اصلا دارس فندقه او دارس لا، انا اتخرجت دخلت في الكارير على طول، بس وكملت بقى 12 سنه اقتصاد. اقتصاد طب حاجه قريبه برضو يعني. والاثنين تانيين لا برايفت بزنسز بقى هم. أوكي. وخرج ما حدش دارس مطعم؟ لا 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 ما حدش. طيب لما جيتوا انتوا الثلاثه تتلموا عشان تقرروا تعملوا مطعم، البيز بتاعك كان الشيف. مظبوط. قررتوا الاول هتعملوا المطعم شكله ايه وبعدين جبتوا الشيف، ولا جبتوا الشيف الاول وبعدين قررتوا وعملتوا تعملوا مطعم؟ اول ما دخلنا خالص اخذنا اوريدي حاجه كانت موجوده، اخذنا منها فرع فرنش زي فرنشايز. اوكي. اتعلمنا فيها. أوكي. اخذنا الاكسبيرينس منها، بعد كده قلنا ده جه بالظبط، جه الوقت ان احنا نعمل البراند بتاعنا ونقدر نكون مانيوال ونقدر نخلق حاجه جديده. طب لما خدتوا القرار ده كنتوا عارفين وات كايند اوف ريستورنت، ايه نوع المطاعم اللي انت عايز تعمله؟ يس، يعني قلنا خلاص احنا هنخش في الميديترينيان كوزين، بما ان كوزينز كتير قوي في مصر كانت متغطيه، وكان كل في الفتره اللي احنا كنا بنتكلم فيها كان كله شغال على الانترناشونال كوزين اكتر حاجه. فاتجهنا الميديترينيان اللي هو بيضم كل التيست اللي المصريين وكل ما يطلع على البحر المتوسط بيحبه. فقلنا هنجيب لهم الاكلات على النطاق ده، لان الاكلات بس بطريقتكم بطريقتنا. أوكي. لان كل الشعب كله بتاع اللي هو الميديترينيان عامه كلهم بياكلوا نفس لبعض انواع الاكل. بس بس بطرق مختلفه. بس خليني اقول حاجه، لما من كلامي معاك ولما بصيت على المنيو بتاع، هو في حته نصبايا كده يعني. ليه يعني انت عندك حاجات مش ميديتيرينيا؟ مظبوط. زي ارمينيان وجورجيا بقى في 10% اكتر. الحاجات اللي هو الامريكان ستيك والتوماهوك وال ممكن البرايم كاتس، لان ده انضف انواع اللحوم هي الامريكاني وال بس معموله بميديتيرينيان تويست صوص او الدريسنج. بالظبط بالظبط. يعني هتلاقيها كلها بروزماري وزيتون، اللي هي مينلي الحاجات اللي قايمه عليها الميديترينيان كيتشن. اوكي، يعني نقدر نقول ميديترينيان بيز. بالظبط اساس، انما في حاجات تانية. في حاجات تانية 10% 10% وبقيه الاطباق ميديترينيان. ميديترينيان. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، وهي البرايم كاتس دي بتجيبها منين؟ البريميوم كاتس دي بنجيبها منين؟ البريميوم كاتس بنجيبها يا اما الامريكان انجس يا اما الساوث افريكان.
من جنوب افريقيا، يعني لحمه جنوب افريقيا او امريكا بالظبط، بس التايب يعني. التايب نفسه او التايب نفسه اسمه الانجس، ده اللي هو النوع يعني الشعب المصري بقى بيسمع كلمه انجس دي كتير يعني. اه بالظبط. اوكي، بس انجس بالنسبه له انها تخينه يعني. هو لا، هي الانجس ده نوع البقره نفسها ذبيحه بالظبط بالبلد يعني. بالظبط. اوكي، فبتيجي جنوب افريقيا او امريكا بالظبط، شغال مع مستوردين بالظبط. مش خايف في الفترة اللي جاية بقى عندك مشكلة مع الحاجات، بالذات انه بقى في اتجاه لتقليل الاستيراد على قد ما نقدر بسبب الأزمة العالمية دلوقتي؟ اوريدي شغالين ممكن على الاتجاه ده، ان احنا لقينا ناس دلوقتي استوردت العجول الانجس نفسها في مصر. الفرق ما بين العجل البلدي والعجل الانجس هو المرعى مش النوع، فهي المشكلة عندنا هنا المرعى. بس لقينا في دلوقتي اوريدي ناس استوردت عجول انجس، وده موجود، فروحنا ابتدينا نروح مزارع وندور وبيدوله نفس الاكل اللي بياكله، بيحاولوا يوصلوا لده. فاحنا برضو هنبتدي ندي معالجات مثلا زي الدراي ايجينج، ان احنا ناخد منه اللحمه اللي هي الانجس اللي اتربت هنا دي نعمل لها دراي ايجينج، فنبتدي نوصل لحل يرضي العميل بالكواليتي اللي هو بيجي ياخدها. التكنولوجي دخلت في الطبخ. اه طبعا، فما بقاش الموضوع بس ريسيبيز وكده، ده في تكنولوجي بقى دلوقتي بالظبط. دراي ايجينج، ايه دراي ايجينج؟ اول مره اسمعها. دراي ايجينج زي تبقى ثلاجه بتحط فيها اللحمه وهي رو، بتحط عليها حاجات معينه وتسيبها مثلا 20 يوم 21 يوم. أوكي. تبتدي اللحمه تايج، يعني تكبر في السن بالظبط. بتكبرها بانواع بقى بكتيريا معينه ومش عارف ايه الحاجات كده، بتخلي اللحمه مور تندر وممكن تدينا فرق المرعى اللي احنا كنا بنتكلم فيه. وده سيف يعني 100% سيف. وفي بقى طرق تانية زي مثلا احنا بنسوي بحاجه اسمها سوفيد، اتس ماشين برضو، ده تكنولوجي ودخلت بقت في كوكينج ميثودز الابروفد وورلد وايد. ده زي حوض ميه بيتظبط بدرجات حراره معينه، بيبقى جوه كيس الفاكيوم، بتسوي اللحمه جواه تبقى اكيرت الميديوم، يبقى ميديوم الميديوم ويل ميديوم ويل. وكمان وبعدين تطلعه وتحطه في الصوص بالظبط، الصوص بتاعه بالظبط تحطه في الصوص، وده مور سيف ومور هيلثي عن اي حاجه ثانيه. ايوه، بس هل يعني انت لما بتطبخ اللحمه بالصوص بتاعها بتدخل في المسام بتاع اللحمه؟ مظبوط. غير لما تجيبها كوكت وتحطها عليها ما بيبقاش نفس الطعم، بتكون انت عامل جوه الكيس الفاكيوم حاطط لها خلطه وبتعمل حاجه اسمها تكنولوجي يعني. والفاكيوم بيبقى في حاجه اسمها تامبلنج، الفاكيوم بيبقى في حاجه اسمها تامبلنج، ان هو الصوص اللي انت حاطه جوه كيس الفاكيوم ده يخش انفيوز جوه اللحم. لا، فهتعوض برضو الحته. طيب، دي سؤال اخير، مين اللي عمل المانيو؟ كنا اللي عمل المانيو نفسه كان الفكره بتاعتنا، وجبنا كذا كونسلتنت معروفين قوي يعني في مصر ودارسين بقى بره، وهم شباب يعني. ودي كانت شغلتهم يعرضوا عليك افكار مختلفه بالزبط في المانيو بتاعك وانتوا تختاروا، وساعدونا في التكنولوجي وعرفونا وتعلمنا منهم كتير قوي، لان هم واخدين الموضوع عن وهم اللي مرنوا الشيفات، ولا الشيفات جايه اوريدي عارفه الكلام ده؟ الشيفات بتاعنا كلهم خريجين سياحه وفنادق وحاجات اللي هو السي تي سي اللي هو كان الكوليناري سكول اللي كايرو دي. كايرو لا ايه اللي هي سيتي انجلتس اللي هي تبع شهاده سيتي انجلتس، معظمهم معاهم السيرتيفيكت دي. فكل الشيفات لان كانش عنده مشكله انه يطبق، كانش عنده مشكله انه يطبق لانه دارس معظم الحاجات دي. اوكي، ومفيش بقى حته الفهلوه المصري، هو الانجريدينتس بالكوانتيتي بالجرامات بكل حاجه بالظبط مظبوطه ما بتتغيرش، لان احنا بنتعامل بفيري هاي كواليتي انجريدينت، فالغلط فيها الغلط فيه بفلوس كتير بالظبط. انتوا عندكم كام فرع؟ عندنا دلوقتي فرع في القاهره وفرع في الساحل، وبنفتح فرع تاني دلوقتي. ولو كلت نفس الطبق في الثلاث مطاعم يطلع بنفس الطعم في سنترال كيتشن، بيتعمل فيه كل البريبس وبتتبعت لكل فرع هو على الكوكينج بالظبط. اوكي، بيشتغلوا بطريقه بروفيشنال جدا وطريقه اوكي. ثانك يو معتز، هنخش في الجد.
هنبتدي باول حاجه اللي اتقصت دلوقتي اللي هي الارمينيان سوسج كاتشابوري. ده بيتحط على الرجل. في ناس بتعلقه هنا باي ذا واي، هو شكله كوميدي بس عادي يعني. وناخد بقى بدل ما نقعد نشيل من طبق لطبق ناخد دايركت، بما انه انا عجباني الافكار قوي. ارمينيان سوسج كاتشابوري، من الواضح طبعا انه فيه سجق بالطريقه الارمنيه، مش هو حسب كلام معتز معايا انه طبق من جورجيا. اوكي، هو يعني جورجيا ارمينيا كده على بعض، بس اكتر الطبق مشهور في جورجيا. سجق باين طعمه، ميكس الجبن لوحده، وانا بيتهيالي ان هي اكتر من نوع، مش متاكد، بس في طعم الجبنه باين قوي. تحفه. احنا قلنا الفقره الاولى فطاره تحفه، هشرح لكم ده دلوقتي، بعدين نجرب بعد كده البولد بيف بنديكت. ده البنديكت بيبقى عجينة وفوقيها بيف وفوقيها انا شايف كارملايزد اونيونز وبيض وجبنة بصل. افكار للفطار للقادر طبعا على الاسعار دي، هنقول اسعار دلوقتي. انا شخصيا لما تقول لي لا مش ممكن اكل لحمه في الفطار، هما هنا مستعملين لحمه على البيض، زي طبعا مع الفرق الشاسع، زي ما بتعمل سجق بالبيض، بلوبيض بالبيض، مش عارف بصرمه بالبيض. المهم يعني فكره البروتين مطبوخ كمان مع بيض وجبنه حلوه حلوه. ودي ثالث شوكه. انتوا عارفيني لما بتبقى حاجه مش عاجباني قوي يعني او نص نص، الاكل في ناس كده في ذوق تحفه. طيب ده كده يتحط على جنب بقى. اوكي، هبتدي ان انا اخد المين ايتم اللي في الطبق واحطه قدامي. فهاخد الطاسه دي اللي هي سخنه، ده يا جماعه جاردن اومليت. جاردن اومليت لو ترجمناها هتبقى اومليت الحديقه. خلينا نبص فيها كده، هي فيها سبانخ، سبانخ وبيض وجبن ومشروم. فيها مشروم صح؟ اه فيها مشروم. لو ما بتحبش السبانخ طبعا ما تاخدش الطبق ده. اومليت بالسبانخ والمشروم والجبنه. انا اللي ما بحبش الملح بقول لكم لا، هي محتاجه سنه ملح، لان البيض والسبانخ وكده لا محتاج تمليح، بس طبعا كل واحد بملح بطريقته. حلو نايس. اوكي، كل طبق تقريبا زي ما انتم شايفين
معاه الخضار بتاعه الخضره بتاعته يعني. نيجي للكواسون ترافل مشروم بالبيض. ترافل مشروم ده نوع المشروم معاه بيض جوه كواسون فريش بيتعمل هنا. عايز اوريكم الترافل مشروم بس. لا طب هبهدل الدنيا لان البيض بيبقى يا دوبك مستوي. في بعض المطاعم بتبقى متضرر من ان انت بتدوق بس. سامحوني بس بصوت الاطفال ساعات كده بيبقى فيه حلقات تصوير ربنا بيباركنا باطفال بتبقى موجوده في المطعم فبيبقى صوتهم طالع معانا في التصوير ما تزعلوش يعني. المهم عشان عندي كذا حاجه ادوق منها فمش قادر اكمل بس في نفس الوقت تحفة. اوكي احنا بنلعب في منطقة الفاين دايننج. لما بتكلم مع معتز بيقول لي بص احنا بنعمل كده حاجة في النص ما بين الفاين دايننج والفاست يعني. او لا انا مش شايف فاست في الموضوع خالص. انا شايف ان هو اكتر فاين دايننج. فاين دايننج حلو برزنتيشن الكواليتي الافكار ما اقدرش اقول ان هي فايند ان هي فاست يعني. لا حلوه حلو. وده الكيش بالسلمون بالكريم تشيز. بعد ما تاكل الحاجات العظيمه دي بيقل قوي قيمه دي قدامك يعني. طبعا ما هي حلوه طبعا ما بقولش لا بس هنا في مش عارف اقول ايه في دماغ وفي صنعه وفي كواليتي للماتيريال وحاجه فيري امبرسيف. مع بقى ايه الميه دي مع الاكل بينزلوا لك ديتوكس فيها مش عارف 7 elements خيار ونعناع وبرتقان وليمون أضاليا. ده اللي انا شايفه يعني. اهي فيها تفاح كمان. المهم ميه كده تعمل بيها ديتوكس بعد اللي بتاكله ده كله. فيري نايس. ما عنديش اي تعليق غير انه ناس بتجتهد وبتتعب وبتعمل حاجة متميزة. الطعم طعم حلو قوي. تعال نقول الأسعار كده بسرعة. انتوا شايفين الكميات فبالتالي مش محتاج ان انا اقارن سعر بكمية. البولد بيف بنديكت ب 200 جنيه 199 قرش 200 جنيه طبعا الأسعار بلس بلس. السالمون 120. الجاردن اومليت 95. ارمينيان ساسج حبيبي ده الارمينيان ساسج كاتشابوري 150.
ترافل مشروم اند ايج كواسون اللي هو الكواسون ب 135. كل الاسعار شيل منهم قرش عشان تبقى يعني هم كاتبينها اللي هو من ابو قرش ده اللي هو 99 قرش. المهم يعني فكل الاسعار انا قلتها او هقولها في الفقره الثانيه بشيلوا منها قرش. بيرفكت كواليتي. نخش على الفقره الثانيه. الحسرة بقى ان يتحط قدامك الاكل ده وما تاكلوش سخن زي الكلاينت، لان انا بيطلع بيتصور الاول بعدين ابتدي اكله، فانا بتحسر دلوقتي. طيب دي ريشة التوماهوك شفتوها وهي سليمة وشفتوها وهي بتتقطع، ودي هم كاتبين ان هي الاربع افراد. اوكي ليه بنقول ده؟ عشان لما تعرفوا السعر بعد كده هنبتدي بيها وبعدين نجرب الباقي. ناخد حته كده عليها القيمه كده. لا دي مش مقطعه. حلو ناخد اللي بعدها. يلا حلو شكل السكينه بتاعت اللحم على شكل سطور. يعني حلو تندر جوسي. حتة لحمة يتقال فيها شعر يا جماعة. أنا باخدها ميديوم ويل. عالمياً المفروض إن أحسن طريقة تاكل بيها اللحمة هي الميديوم رير. تبقى مبيبقاش فيه اللون البيج ده، بيبقى أكتر بامبا. أنا للأسف ما بحبهاش الميديوم رير. اللي بياكلوا اللحمة ويل دان في بعض المطاعم ممكن يرفضوا بره، يعني ممكن يرفضوا يعملوها لك والدان اصلا. يعني تحفه. مش هطول الخضار ف مش مهم، بس مهم اني اجرب الصوصز. ده بلاك بيبر، فلفل اسود ماليش دعوه بيه. ده ايه بقى؟ ده بلو تشيز. وهدوق كمان المشروم. عجبني قوي الخشب ده، شكله كده اوثنتيك. حتة لحمة مختلفة تماما عن اللحمة اللي احنا متعودين عليها. مش هقول احسن واوحش وبتاع، احنا كمصريين متعودين على لحمة بطعم معين. دي لحمة مراعي، زي ما كنا بنتكلم مع معتز ان البيف المستورد بيبقى عادة مراعي مش علف.
الطعم بيبقى مختلف طبعا. والاختلاف الرئيسي الناس اللي بتربي عجول تقول لك الاختلاف الرئيسي ان الدهون في العضلات بتبقى اقل لانها بتاكل وهي بتمشي، غير اللي بياكل، غير الحيوانات اللي بتاكل وهي واقفه. طيب ده الشورت ريبز، او لو ترجمناها حرفيا هتبقى الريش القصيره او الضلوع القصيره. اللي تحت ده دقيق ذره ومعمول بالزبده بطريقه الريزوتو. طب ناخد الاثنين مع بعض. الواحد والله لولا الملامه ولولا انه قدام الكاميرات وفي مطعم محترم كان مشي كان قاعد يبصبص فيها كده بالعب. يلا خليك مؤدب يا مراد وكل بشوكه وسكينه. انا عايز اكلهم الاثنين مع بعض. هقول رأيي بصراحة، اللحمة حلوة قوي، الدقيق الدورة اللي معمول بالزبدة وكده عادب قوي، الاتنين مع بعض ما عجبونيش ولا اكشلي ده لوحده، يعني مش ذوقي، خلينا نقول مش ذوقي، بس هي فكرة حلوة. في فرق ما ان انت يعجبك اللي طالع وما بين ان انت يعجبك الدماغ المخ، فهي فكرة حلوة. بصوا هي اصلا مش ماسكة فيها يعني، بس اللحمة حلوة قوي قوي. فظيع. طيب تالت طبق معانا هو الباستا باللابستر. ده بقى يا سيدي الاستخدام التاني للمعلقة. أنا بتكلم كأتيكات، أنت مش عايز تعمل كده أنت حر يعني. بس الاستخدام الأول للمعلقة دي هي إن أنت بتغرف بيها. الاستخدام التاني هو اللي أنا هعمله دلوقتي، هو لما بتاكل باستا بالذات السباجيتي عشان ما تنزلش الدلدل على بقك بيلفوها كده جوه المعلقه وبعدين هكذا. الدنتي طعم حلو قوي. طريقة الطبخ كده هنقول حاجة صغيرة يعني، انه جزء منها بيبقى رؤوس الجمبري معمول الشوربة بيها او ايا كان سموها ايه يعني، الصوص معمول برؤوس الجمبري. شكلي كده هختلف مع الشيف في الحته دي بالذات يعني، هقول لك ليه دلوقتي. سنه ملح زياده حاسه كده، ممكن معظم المصريين يعجبهم اصلا، انا عشان اكلي عامه مش مملح. وعندي اختلاف تاني معاهم في طريقة التقديم. انت بتصعب شوية، انا عارف ان هي شكلها حلو لما بيبقى الديل متقدم زي ما هو كده، بس انت بتصعبها على الكلاينت بتاعك شوية. هي ليها طريقة ان انت مفروض لو عندك سبيس تحط الشوكة كده وبتحط السكينة كده وتفصلها عن بعض، بس انت ما عندكش سبيس انك تعمل ده. خلينا نجرب كده. فهي رغم ان طريقه تقديمها شكلها حلو الا ان براكتيكلي
عشان في الطبق الا بقى لو تسيبها في الاخر خالص هيبقى خلص الباستا بتاعتك وبعدين تاكل هيبقى عندك سبيس ان انت بتعمل اللي انا بقول عليه ده ان انت بتحط الشوكه وبعدين تفصل بالسكينه بس ستيل يعني اوكي اسهل شويه كده لما بيبقى عندك سبيس او عندك مكان تقدر تعمل كده بس يعني بدل العذاب ده كله ما تسيبها بره وخلاص وانا في رايي انا اتس اوفر كوكت الاستاكوزا لازم العضه بتاعت الاستاكوزا دي اللي بتبقى اعلى من الجمبري شويه لما يبقى بيتاكل اكنها لحمه سمك تبقى شويه اوفر كوكت ده رايي الشخصي المتواضع يعني تيست وايز حلوه قوي فكره حلوه قوي طيب نيجي لاخر حاجه وهو البرجر معقوله بعد كل ده هتاكل برجر لان البرجر ده فيه فكره انا ما جربتهاش قبل كده معرفش اذا كان في مطاعم تانيه بتعملها ولا لا وهو ان من ضمن الانجريدينت بتاعته بتنجان احنا ممكن نشيل كده كاراملايزد اونيونز الجبنه البرجر بتنجان خيار مخلل طماطم كابوتشا الخاص وبعدين الصوص اللي تحت حراق وانا باكلش حراق طيب الصوص اللي تحت خالص ده محمره هو حراق فانا هعمل كده هاخد الخصايه اللي على الوش دي كده واقلب البرجر زي ما هو تخيلوا فكره حلوه قوي طبعا لو كان سخن زي ما هيطلع لكم انتوا كان احلى بس هو مش ذنب المطعم لانه بعد ما بيطلع الطبق المصورين بتوعي محتاجين يصوروه وعشان المصورين بتوعي فريكيكو فبيجي لي ساعه برضو اختيار العيش واللحمه اوكي ده عصير معمول او عندهم قسم عصاير نميس حلو يعني في شويه افكار مفتكسه كده هم اختاروا لي بذور عصير بذور الشيا سيدز يعني والباريز يامي تحس انه مغذي تحس انه عصير مغذي مش عصير تبلع بيه ده مش عصير تبلع بيه طيب نقول اسعار وبعدين نلخص التجربه الشورت ريبز 385 كل الاسعار اللي قلناها بلس بلس دي قلناها التوماهوك ب 1600 ده الاربع افراد لوبستر باستا ب 650 واللودج برجر ب 170 تعليق على البرجر انا قلته المعتز كده من قبل ما نصور حرام يبقى النوع ده من الاكل وفي الاخر بطاطس كياس سامحني هو ده ذوقي الشخصي يعني انا عندي كده قاعده لما بتبقى في ستاندرد اكل معين استعمل بطاطس فريش لما تبقى في ستاندرد اكل تاني استعمل الفروزن عادي معديه هنا ممكن نقول معديه لسبب هم حاطين نفسهم في اني كرايتيريا هو مش حاطط نفسه فاين دايننج ولا كاجوال هو في النص اللي عارفين الفاين دايننج عارفين ان هو مدي البرزنتيشن والكواليتي بتاعت الفاين دايننج برايسز اقل سنه من الفاين دايننج فبالتالي انت في النص ولا انت كومبليتلي فاين دايننج ولا انت كومبليتلي كاجوال الديكور بتاعك اكتر تجاه الكاجوال
شيك كاجوال شيك، خلي بالك لان الكاجوال برضو درجات، ده كاجوال شيك. كل طبق قلنا راينا فيه، كل حاجه قلنا راينا. انا اللي عجبني بقى لما قعدت اتكلم ورغي كده انا ومعتز، التجربه كلها على بعضها. بصوا يا جماعه، لما حد بيبقى عايز يعمل حاجه بروفيشنال ويعملها صح بيعملها، حتى لو ما ابتداش بيها. انت عشان تعمل حاجه بروفيشنال وصح وطعمها حلو وفي منطقه معينه تجذب كلاينتس معينه، فانت هتحتاج كوست. طب انت معكش فلوس بتاعت الكوست دي، هعمل شويه مشاريع تنجح وادخل على بعدها واتابع لحد ما احقق اللي انا عايزه. الراجل ده من ضمن الحاجات اللي عملها كان بيشتغل كيترينج لشركات، مستوى تاني خالص. انت بتعمل سندوتشات، بتعمل بيتزا، بتعمل مستوى خالص تاني خالص غير ده، لحد ما اكتسب الخبره اللي تخليه هو والشركه بتوعه يعملوا ده، يعملوا ده بقى، فيختاروا ويبقى معاهم الامكانيات انهم يجيبوا المعالق وشوك سكاكين من ايطاليا، واللحمه يا امريكي يا جنوب افريقي، والبرزنتيشن في الخشب و... اوكي. ده ما بيجيش في يوم وليله، وما يجيش بان انا معايا فلوس كتير. فلوس كتير من غير النو هاو، من غير المعلومات، من غير المعرفه، انت بتلبس في الحيط، بتنصب عليك وتخسر وخلاص. فالموضوع مش موضوع فلوس هنا، ده يجيب الفلوس يخليك تعمل ده بكل بساطه. ده اللي عجبني في التجربه. وطبعا التنفيذ، قد اتفق او اختلف مع بعض الحاجات، زي اللوبستر من يعني شكله احلى انه متقدم في الشال بتاعته، بس صعب ان انت تقعد تحفر وتطلع اللحمه، زي السوا بتاع اللوبستر، زي موضوع البطاطس، زي ولا حاجه تانية. الباقي كله كان امبرسيف. يعني لو ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده زي ما انا استمتعت بيها، ويا رب الحق اي حاجه قبل ما زازا يهجم. تصبحوا على خير.